أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكرز تاريخ 6/2/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا اليوم أي أخبار قد تؤثر على حركة الجنيه الاسترليني خلال الفترة الأوروبية أو أي أرقام اقتصادية خلال الفترة الأمريكية. أما من الناحية التقنية، نلاحظ التداولات المحايدة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار حاليا لابد من كسر مستوى 29.95 للنظرة الإيجابية لوصول الأسعار إلى مستويات 30.33. في حال كسر مستوى 30.46 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة الإيجابية لوصول الأسعار إلى مستويات 30.86. تداولات أقل من 29.80 هو ما يلغي أي نظرة إيجابية محتملة على الجنيه الإسترليني، وتكون النظرة سلبية لوصول الأسعار إلى مستويات 29.40 وكسر مستوى 29.28 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة السلبية لوصول الأسعار إلى مستويات 28.90. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.